system, tumors of the kidney. أول حاجة في primary و secondary زي أي organ في ال body بنقسمه ال primary وال secondary. طيب ال kidney هل هي من أماكن مشهورة لل secondary tumors؟ حد يرد علي؟ لا لا صح، يبقى ال primary فيها most common عن ال secondary. طيب تعرفي تقولي لي ايه ال organs ال famous يعني في ال secondary؟ اللي كومون بيروح لها سكندري هما ايه؟ لانجز برين صح، لانجو ايه؟ لانجز هارت برين هارت؟ لا، لانج وبرين وليفر وبون وسوبرا رينال جلاند، الخمسة دول هم السكندري فيهم موست كومونلي عن البرايم. طيب البرايمري في الكدني بقى ممكن تبقى بناين وممكن تبقى مالجننت. بناين زي البابيلاري ادينوما والانكوسيتوما والمدلري فايبرو. المالجننت زي رينال سيل كارسينوما، ورينال سيل كارسينوما دي لها سب تايبس، اشهرهم كلير سيل رينال سيل كارسينوما والبابيلاري رينال سيل كارسينوما والكروموفوب رينال سيل كارسينوم. وبعدين في النيفروبلاستوما او الويلمس تيومر، وفي اليورو سيريال كارسينوما في الرينال بلفس. بناين رينال تيومرز اول حاجه فيها الانجيومايولايبوما. الانجيومايولايبوما ده بناين تيومر رير، قليل ان هو بيجي في الـ في الـ في الكيدني، يعني الانسيدنس بتاعه قليل. بيتكون من اسمه انجيو يعني فيزلز بلاد فيزلز، مايو يعني سموث ماسل، ولايبوما يعني فات. يبقى بيتكون من ثلاثه كومبوننت، بلاد فيزلز وسموث ماسلز وفات. بيبقى بيحصل كومون مع بيشنت ويز تيوبروس سكليروز. تيوبروس سكليروز ده انهيريتد ديزيز، بيبقى فيه سكليروزس في areas من البرين، من البرين كورتكس، والبيشن دول بيبقى عندهم mental retardation. طيب الانجيومايوليبوما الصورة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، في fat lobules mature fat lobules و bundles من smooth muscle spindle shaped cells، دي bundles من smooth muscle cells، وفي blood vessels اللي هي اللي احنا شايفينها دي المليانة RBCs. ماشي. المالجنت عندنا الرينال سيل كارسينوم. الرينال سيل كارسينوما دي اوريجينيت من الرينال تيوبولار ابيسيلي، بتمثل 3% حوالي 3% من اول فيزرال كانسرز و85% من الرينال تيومر. الانسيدنس بتاع الميل دبل الفيميل، بتيجي في اولد ايج من 60 ل 70 سنه، ومعظم الحالات بتبقى سبورادك ما عدا بعض الحالات اللي هي فاميليال اللي هي بنسميها، هنقولها دلوقتي. الريسك فاكتورز بتاعت الرينال سيل كارسينوما، اول حاجه في الريسك فاكتور هو السموكي، السيجاريت سموكي، وبعدين الاوبيستي والهايبرتنشن والان اوبوست استروجين ثيرابي، والهيفي ميتالز زي الكادميوم وبتروليوم برودكتس، كرونيك رينال فيلير. وفاكرين لما اتكلمنا على الدياليسيس سيستيك ديزيز اللي هو الاكوايرد سيستيك ديزيز نتيجه الدياليسيس، برضه ريسك فاكتور للرينال سيل كارسينوما. وفاميليال بقى بعض الفاميليز بيبقى عندهم جينيتيك ايرور، بيبقوا سسبتبل للرينال سيل كارسينوما. اهم اشهرهم في الفاميليال اللي هو البون هيبل ليندو سندروم، وفي هيريديتري كلير سيل كارسينوما وهيريديتري بابيلاري سيل كارسينوما. طيب شكلها ايه الرينال سيل كارسينوما دي؟ دي جروسلي بتارايز في الكورتكس، وبتبقى ات وان بول من الكيدني، ودايما بيبقى راوندد، وكمان لونها بيبقى مميز او تبقى اورنج او يلو او تان براون، ويبقى فيها areas of hemorrhage ونكروزس وسيستيك ديجنريشن لانها مالجن. وكومون ان هي بتعمل انفيجن للرينال فين.
بالهيستولوجي بتتقسم ل clear cell carcinoma 70 ل 80% من الحالات، papillary carcinoma 10 ل 15%، كروموفوب رينال سيل كارسينوما، وساركوماتايد كارسينوما. جروس زي ما احنا قلنا راوندد ات وان بول من الكيدني، لونها بيبقى جولدن يلو وفيها areas of hemorrhage و areas of necrosis، وممكن يحصل فيها cystic degeneration. الكروموفوب رينال سيل كارسينوما برضو بتبقى راوندد well circumscribed، لونها براون تان ان كولر. بالميكروسكوب الكلير سيل كارسينوما دي الموست كومن تايب بتاعت الرينال سيل كارسينوما، اوريجينيت من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، الماجوريتي بتبقى سبوراتيك ويونولاترال، لكن الفاميليال زي البون هيبل لينتو ممكن تبقى بايلاترال. الفاميليال زي بتبقى مع البون هيبل لينتو والفاميليال كلير سيل كارسينوما. فاميليال كلير سيل كارسينوما دول فاميليز بيبقى فيهم رينال سيل كارسينوما بس ما معهاش مانيفستيشن تاني، انما البون هيبل لوندو بيبقى عنده البيشنت ممكن يبقى عنده هيمانجيوبلاستوما في السيريبيلم والريتنا، وبيبقى عنده بايلاترال ومالتيبل رينال سيست كلير سيل رينال سيل سيست، ممكن يطلع اوريجينيت رينال سيل كارسينوما من السيست دي، وبيبقى عنده بيوكروموسايتوم. ده الميكروسكوبك بيكشر بتاعت كلير سيل كارسينوما فيري كاركترستيك، بنسميها كلير لان الخلايا كلها بتبقى باكيوليتد، لها كلير سيتوبلازم اباندنت ويل ديماركيتد سيل بوردرز وراوندد نيوكليي، والستروما بتبقى هايلي فاسكولايزد، نلاقي بلاد فيزلز بنسميها تشيكن واير ابييرنس، بلاد فيزلز كده عامله اركيدز بين التيومر سيلز اسمها تشيكن واير، زي السلك بتاع الدجاج. البابيلاري رينال سيل كارسينوما دي بتطلع اوريجينيت من الديستال كونفوليوتد تيوبيوز، وبتبقى موستلي مالتي فوكال وبايلاترال. الفاميليال فورم بتاعتها بتبقى اكتيفيتنج ميوتيشن الميت بروتو اونكوجين على كروموسوم 7، من اسمها بتبقى بالميكروسكوب عباره عن بابيلي مكونة من connective tissue to core covered by columnar to cuboidal epithelial cells، والcells دي بيبقى فيها malignant criteria. طيب chromophobe renal cell carcinoma دي arise من ال collecting duct وال intercalated cells اللي lining ال collecting duct. بيبقى جينيتيكالي بيبقى فيها جينيتيك ايرور، بيبقى فيها لوز في انتاير كروموزوم زي كروموسوم 1 و 2 و 6 و 10 و 13 و 17 و 21، فيبقى فيها اكستريم هايبو ديبرويتي، ودي بروجنوزس بتاعها جود عن الكلاسيك رينال سيل كارسينوما الكلير والبابيلاري رينال سيل كارسينوما. بيسموها كروموفوب لأن الخلايا بتاعتها بتبقى شبه بتبقى زي الخلايا النباتية، بتبقى well demarcated cell borders abundant cytoplasm، السيتوبلازم بتاعها بيبقى فيه acidophilic أو xenophilic granules، لكن بيبقى فيه perinuclear halo أو perinuclear clearing حوالين النيوكليار. النيوكليار بتبقى folded شبه الريزن، بيسموها ريزن لايك، ريزن اللي هو زي الزبيب يعني، بتبقى معرجة النيوكليار ممبرين بتاعها بيبقى معرج أو فولدت. والفرق بينها وبين الكلير كمان إن البلاد فيزلز الباسكولار أركيتكتشرال تشيكن واير ما هواش موجود زي كلير سيل كارسينوما. السبريد بتاع التيومر بتاع رينال سيل كارسينوما في انترا رينال بتعمل secondary small satellite nodules، تعمل spread عن طريق البلفي كاليسيال سيستم تروح لليوريتر، كمان هي بتحب blood invasion blood metastasis فبتعمل invade renal vein وممكن توصل لحد الانفيرو بنكابة والرايت هارت كمان، بتعمل direct invasion للبرينفريك فات للرينال sinus فات
الادرينال جلاند لو طالعه من الابر بول هتعمل دايركت انفيجن للادرينال جلاند وبتعمل انفيجن للريجنال ليمف نود. هنا دي صوره رينال سيل كارسينوما عامله انفيجن للرينال فين. ده الرينال فين هلاقي فيه التيومر اكستندنج وداخل في الوول بتاع الرينال فين، والتيومر تقريبا واخد most of the kidney tissue، مش باقي من الكيدني غير remnant هنا في ال upper pool، remnant part من الكيدني على ال upper pool. طيب ال patient ده بيجي يشتكي بإيه في ال renal cell carcinoma؟ أشهر شكوى 50% من الحالات بيجي يشتكي بهيماتوريا. هيماتوريا يعني في growth blood في اليورين. الناس بتوع الرينال سيل كارسينوما دول ممكن يجوا ليت بعد ما الماس بتبقى كبيرة قوي، لأن بتاخد هي بتطلع الكدني في اللوين، ففي مساحة في الريتروبروتونيوم يبقى انلارجت فيها على ما يدي سيمس. في 10% من الحالات بيبقى فيه ترايات اوف سيمتومز اللي هو هيماتوريا ومعاها بالبابل ماس وفلانك بين، أو ممكن يبقى اسيمتوماتيك وانسيدنتال فايندينج. ممكن تيجي بكونستيتيوشنال سيمتومز فيفر ويت لوس، تيجي ليت فيري ليت بميتاستاتيك، يبقى عنده ميتاستاسيس في اللونج او بون ويبقى يجي ب مانيفيستاشن او سيمتومز بتاعه اللونج انفيجن او بوني اكس او بون فراكشر. ممكن تيجي بارانيوبلاستيك سيندروم بتعمل بوليسايسيميا في 5 ل 10% من الحالات، تعمل هايبركالسيميا، هايبرتنشن، كوشنج سيندروم، فيمينايزيشن او ماسكولايزيشن. البروجنوزس بتاع الرينال سيل كارسينوما 5 year survival rate حوالي 70%. في مالجنت هيومر تاني بيجي في الكدني بس في الاطفال الصغيرين بقى. ايوه يا دكتوره، الكلينيكال فيوتشر لثلاث انواع كلهم نفس الكلينيكال فيتشر؟ ثلاث انواع، ثلاث انواع نفس الكلينيكال فيتشر، كيف بنفرق بين بينهم بالمايكروسكوب بس بالبايوبسي. تمام دكتوره. النيفروبلاستوما اللي هي الاسم الثاني لها اسمها ويلمس تيوما، دي بقى اوريجينيت في الاطفال الصغيرين، دي من الامبريونال تيومرز بتيجي في الاطفال الصغيرين من سن 2 تو 5 ييرز، ودي الموست كومن رينال تيومر في الاطفال. دي لا اما سبوراتيك او فاميليال، الفاميليال اسوشيتد مع كونجنتال مالفورميشن نتيجه دبليو تي 1 او دبليو تي 2 جين ميوتيشن على كروموسوم 11. بيسموها بعض سندرومز زي الباجر سندروم والدينيس دراش سندروم والبيك بيك ويتمان سندروم. بروسلي بتبقى لارج ماس ويل سيركمسكرايب تان جراي هوموجينوس تيومر، مش فاريجيتد بقى زي الرينال سيل كارسينوما، وبتبقى غالبا في اللور بول بتاع الكيدني، وكيدني بقيه الكيدني بتبقى على الابر بول. بالميكروسكوب دي امبريونال تيومر بتتكون من ثلاثه كومبوننت، عشان كده بيسموها تراي فيزيك. امبريونال سيلز اللي هي البلاستيمال سيلز اللي هي سيلز بتبقى سمول شيتس من سمول بلو سيلز، وبيبقى في ابيثيليال سيلز اللي هي بتبقى بتحاول تترتب حوالين اليومن تعمل ابورتيف تيبيولز او تترتب في كولكشنز كده اسمها ابورتيف جلوميرولاي، تحاول تعمل حاجات شبه التيبيولز وشبه الجلوميرولاي. الكومبوننت التالي اللي هو الاسترومال سيلز او الميسينكايمال سيلز، وده بيبقى عباره عن سبندل شيب سيلز، سبندل شيب سيلز بتبقى سموس ماسل او ممكن تبقى شبه الفايبر بلاست او الفايبروسايت. دي كات سيكشن في الكيدني، هنلاقي على الناحيه اليمين دي بقايا نورمال كيدني، ده هنا جلوميرولاي في الكورتكس وتيبيولز بينها وبين بعضها، وعلى الناحية الشمال هنلاقي اتيوم. التيومر عشان هو امبريونال تيومر موست كومنلي من بلاستيما سيلز او امبريونال بلو سيلز، خلايا كلها سمول راوندد
بلو سيلز هايبر كروماتيك، وبيبقى معاها الابيثيليال كومبوننت اللي هو ابورتيف تيوبيولز. شايفين نفس البلاستمال سيلز دي بتحاول تترتب حوالين اليومن بتعمل ابورتيف تيوبيولز، واما تعمل كولكشنز كده كمان تبقى ابورتيف كولومنولاي. وبينهم وبين بعضهم في سموث ماسل سيلز او سترومال سيلز سبيندل شيب سيلز بالهاي باور. دي البلاستمال سيلز سمول بلو سيلز دي، وهنا الابيثيليال سيلز دي الابورتيف تيوبيولز، ودي ابورتيف جلوميرولاي شبه الجلوميرولاي كان حواليها بومانس كبسول. وهنا في السبيندل شيب سيلز دي الاسترومال كومبوننت او الميزنكايمال كومبوننت. كلينيكال فيتشر، الاطفال الطفل ده بيجي عنده ابدومينال ماس، ده الموست كومن. والابدومينال ماس دي ممكن توصل لهيوج سايز تعدي الميد لاين، وبيبقى معاه هيماتوريا وابدومينال بين او هايبرتنشن. البروجنوزس دلوقتي بقى فيه مع الكيموثيرابي، هي بتحتاج سيرجري مع الكيموثيرابي، بقت جود بروجنوزس اكتر من 90% لونج تيرم سرفايفل. في اليوروسيليال كارسينوما اوف رينال بلفس، الرينال بلفس بقى بيطلع من الوول بتاع الرينال بلفس مش من الرينال بارينكما. الرينال بلفس دي لايند بترانزيشنال ابيثيليوم زيها زي اليوريتر زي اليورينال بلاد. يوروسيليال دي مع ده الاسم الثاني ترانزيشنال سيل كارسينوم. خمس دي بتمثل حوالي 5-10% من الرينال نيوبلازم، غالبا بتبقى سمول وبتدي ايرلي مانيفستيشن علشان بتدي بين للسيماتوريا، وبتدي بين او ماس علشان لو قفلت الرينال بلفس بتعمل باك بريشر بهيدرونيفروز. بتبقى لينكت لللانش سيندروم والانالجيزك نيفروباثي، يبقى اهم ريسك فاكتور ليها هو الانالجيزك نيفروباثي. 50% من الرينال بلفيك تيومر بيبقى معاها بلادر ترانزيشنال سيل كارسينوم. يعني اول ما اشوف رينال ترانزيشنال سيل كارسينوما في الرينال بلفيس ادور على البلادر، اعمل اندوسكوب كويس وادور على البلادر كويس، لان 50% بيطلع معاهم تيومر في البلادر في اليورينال بلادر. البروجنوز بتاعها فاريبل، بيعتمد على الستيج والجريد بتاع التيومر، وبالرغم من ان بيحصل يعني العلاج بتاعها بتعمل توتال نفريكتومي، لكن 50% بس سيرفايفل 5 years. اهو هنا ده عندنا كيدني اها نورمال، لكن هنا في البلفس عندنا بابيلاري كولي فلاور لايك ماس، عامله بابيلاري بروجكشنز لونها جراي وايت ان كولر، وبالميكروسكوب هنلاقيها عباره عن طفتس او شيتس او بابيلاري بروجكشنز من ترانزيشنال ابيثيليال سيلز، مالجنان ترانزيشنال ابيثيليال سيلز. بعد كده هنتكلم على ديزيزز بتاعت اليوريتر واللور يورينري تراكت. اول حاجه اليوريتر ممكن يبقى فيه كونجنيتال ناروينج في اليوريتر. كونجنيتال ناروينج دي لها اماكن مشهوره زي اليوريترو بيلفيك جانكشن او اليوريترو فازايكال جانكشن او كروسنج في مكان الكروسنج بتاع الالياك فيزلز. في الفيميل اليوريتر طبعا احنا عارفين ان هي فيري كلوز لليوتراس والسيرفكس، فأي operation أو manipulation في الفيميل جينيتال تراكت أو tumors malignant tumors كمان في الفيميل جينيتال تراكت وبالذات في السيرفكس بتعمل ممكن تعمل direct invasion لليوريترس. الكوزس بتاعت اليوريترال obstruction ممكن intrinsic أو extrinsic، دي acquired cause. احنا اتكلمنا على congenital causes وفي الاكوارد. الاكوارد انترنسك ممكن يبقى فيه كاليكولاي او ستون، ممكن يبقى فيه ستراكشر. ستراكشر ده ممكن يبقى بوست انفلاماتوري ستراكشر او مالجنانت ستراكشر بتيومر. ممكن يبقى فيه تيومرز في الوول بتاع اليوريتر، وده غالبا بيبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما. ممكن يبقى فيه بلاد كلوتس، ممكن يبقى فيه نيوروجينيك فانكشنال سبازم. يعني الاكسترنسك
اول حاجه احنا قلنا التيومرز بتاعت الفيميل جينيتال، يعني كل التيومرز اللي في اليوترس او في السيرفكس بتعمل انفيجن من بره، او ممكن تيومرز في الريتروبورتونيوم او تيومرز في الكيدن. بعد كده البريجنانسي، بريجنانت يوترس كمان بيعمل كومبريشن على اليوريتر. الريتروبورتونيال فايبروزس دي بتعمل فايبروزس وانفلاميشن في اليوريتر نفسه. الاندومتريوزس عارفين ان هو مايجريشن لجزء من الاندوميتريوم اللي بيروح اي مكان من ضمن الاماكن المشهوره لليوريتر. طيب بعد كده كارسينوما بتاعت اليورينر بلادر. الكارسينوما بتاعت اليورينر بلادر دي الموست كومن، بتمثل سبع يعني بتمثل 7% من الكانسرز، 3% من الكانسر ديس في الميل اكتر من في الميل، بتيجي في اولد ايج من 50 ل 80 سنه. بالميكروسكوب بتتقسم اكتر من 90% بتبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما او يورو سيريال كارسينوما. 5 ل 7% بتيجي سكويموس سيل كارسينوما، 2% بتيجي ادينو كارسينوما وفي اذر تيومر. اليوروسيريال الترانزيشنال سيل كارسينوما دي بالظبط شبه الترانزيشنال سيل كارسينوما اللي في الرينال بلفس، بتيجي في اي سايت من اليورينري كولكتنج سيستم من اول الرينال بلفس لحد اليوريثرا، وموست كومن في اليورينر بلاد، وساعات كتير بتبقى مالتي فوكال ات بريزنتيشن. معظم الحالات بتبقى سبورادك مش معروف سببها، لكن في بعض الريسك فاكتورز اهمهم برضو السيجاريت سموك. Cigarette smoking is an important risk factor لل urinary bladder carcinoma أو urothelial carcinoma. في الداي والرابر اندستري زي الأروماتيك أمينز والنفسيلامين والفور أمينو باي فينايل بنزيدين والأزودايز، كل دول كيميكالز ريسك لل urothelial carcinoma. في سايكلوفوسفاميد ده سايتوتوكسيك دراكس كيموثيرابي، الفيناسيتين كونتيننج انالجيزك ده انالجيزك زي الاسبرين من مجموعه نون استرويدال انتي انفلاماتوري، وفي شيستوزوما هيماتوبيوم انفستيشن. شيستوزوما هيماتوبيوم دي اللي هي البلهارزيزس تايب من بلهارزيزس، ودي بالذات بتعمل بقى سكويموس دي سبيسيفيك للسكويموس سيل كارسينوم، بتدي ترانزيشنال سيل كارسينوما او سكويموس سيل كارسينوما. الراديشن كمان من الريسك فاكتور. الاندكشن تايمز بتحتاج 22 years. كلاسيفيكيشن بالميكروسكوب بقى بنشوفها بتاخد شكلين، لاما تبقى بابيلاري بروجكشنز من الوول بتاع اليورينر بلادر، او بتبقى فلات. الفلات دي وكل تايب من دول لاما نون انفيزيف لاما انفيزيف. نون انفيزيف يعني بيبقى سوبرفيشال على الميوكوزا بس. الانفيزيف بتعمل انفيجن لللامينا بروبريا وبتعمل انفيجن للسموث ماسل وول بتاع اليورينر بلاد. الفلات ممكن تبقى كارسينوما انسايتو او فلات يعني بيور يوروسيليال كارسينوما فلات انت انفيزيف. الكارسينوما انسايتو احنا عارفين ان هي بيبقى فيه مالجنان ترانسفورميشن للابيثيليوم، واخد الفول سيكنس بتاع ترانزيشنال ابيثيليوم لحد السيرفيس، وبيبقى الخلايا كلها مالجنا هايبر كروماتيك وبليمورفيزم ولوس في البولاريتي وانابليزيا، ممكن يبقى فيها جاينت سيلز وبرومينانت نيكليولاي وفريكوينت ميتوتيك فيجرز. ماشي. الفلات اند انفيزيف نفس الشكل، بتبقى فلات بس عامله انفيجن لتحت في اللامنا بروبريا او ممكن توصل لحد السموس ماسل ليه. البابيلاري بروجكشنز بقى بابيلاري ده الموست كومن. في النون انفيزيف دي بتبقى على السيرفيس برضو ناحيه اليومن، بابيلاري بروجكشن اكستند لليومن، دي بنسميها يورو. في منها الدبليو اتش او بيقسمها لجريد اليوروسيليال بابيلوما والبابيلاري يوريسلر نيوبلازم اوف لو مالجنانت بوتنشال، وبابيلاري يوروسيريال كارسينوما لو جريد، وبابيلاري يوروسيريال كارسينوما هاي جريد. البابيلا اليوروسيريال بابيلوما دي بناين مش مالجنا.
اليوروسيليال بابلوما دي بيبقى بابيلاري بروجكشنز من الميوكوزا، بيبقى فيها كونكتيف تيشو كور، سن كونكتيف تيشو كور، وكفرد بنورمال ترانزيشنال ابيثيليا. ترانزيشنال ابيثيليا سيلز ما فيهاش مالجنانت كاركتيريا زي دي بابلوما. لكن لو بدأ يظهر في النيوكلياي بتاعت اللايننج للبابيلا دي المغطيه الكفرنج بتاعت البابيلا دي حصل فيها هايبر كروميزيا ولوس اوف بولاريتي وانكريز في السيلولاريتي بس، يعني مجرد انجليز بس وكراودنج في السيلولاريتي دي، بنسميها بابيلاري كارسينوما، بابيلاري يوروسيليال كارسينوما اوف لو مالجنانت بوتنشال. بعد كده ده increase في السكرس بس، ودي دي بتبقى المالجنان بوتنشال بتاعتها لو البابيلاري يوروسيليال كارسينوما بقى فرانك كده لو جريد، تبدا تظهر loss of polarity والخلايا بتبقى grounding ولسه adherent to each other. الهاي جريد بقى بتبقى في هاي جريد اوف انبليزيا وloss of polarity وبليومورفيزم، والخلايا تبدا تبقى سيبريتد في سيبريت سيلز كمان سيبريتد عن بعضها. بعد كده الانفيزيف بابيلاري بقى بتاخد شكل البابيلي، يبقى في بابيلاري بروجكشنز وفي نفس الوقت البابيلا دي عامله انفيجن لللامنا بروبريا والسموث ماسل، ودي الكارسينوما انسايتو او الفلات نون انفيزيف، ودي الفلات انفيزيف كارسينوما. بالجروس بتبقى اكسوفيتيك ماس، اكسوفيتيك تيومر لها بابيلاري بروجكشنز، ممكن تاخد كولي فلاور او بتبقى عامله انفيجن في الول واكستند لليوم، غالبا بتيجي في البوستيرو وول بتاع الورا بلادر او في اللاترال وول. دي زي ما احنا قلنا البابيلوما دي بناين، بتبقى سمول بابيلاري فونت lined by normal appearing urothelium transitional epithelium، يعني زي normal transitional epithelium وفي connective tissue core. وفي بعض الاحيان البابيلاري البابيلوما دي بتبقى inverted، بيبقى الجروس ناحيه ناحيه الول مش ناحيه اليوم، بيسموها inverted بابيلوما. البابيلاري urothelial neoplasm of low malignant potential ده بيبقى بس increase في السكنينج بالسكر يوروسيليوم، increase في السكنينج، لكن النيوكلياي بتبقى بولاريتي بتاعتها مظبوطة كويسة شبه النورمال، وبيبقى في على السيرفس بتوصل للفلات ابيثيليال سيلز زي اليوروسيليال ابيثيليوم النورم، لكن السكنس بس هو اللي بدأ يبقى مور سيك والكونكتيف تيشو كور بقى very thin. اللو جريد بابيلاري يوروسيليال كارسينوما زي ما احنا قلنا بيبقى برضه بابيلاري بابيلي فيها كونكتيف تيشو كور وفيها بلاد فيزلز، وبتبقى لاين يوروسيليال ابيثيليوم، لكن في بعض الخلايا بدات هايبر كروماتيك في سام ديجري اوف اتيبيا، ممكن الاقي ان فريكوينت ميتوتيك فيجرز، لكن ستيل بريزيرفد بولاريتي للسيلز والسيلز ايفنلي سبيسد اند كوهيزيف، كوهيزيف يعني ادهرنت تو اتش اذر. الهاي جريد بابيلار يوروسيلا كارسينوما بيبقى الاتيبيا عاليه خالص وبليمورفيزم هايبر كروماتيك ولوس اوف بولاريتي، وبدا الاقي خلايا بتبقى ديسكوهيزيف، ديسكوهيزيف يعني بدات خلايا تنفصل لوحدها كده، دي بتبقى هاي مالجنا. ده ميكس بقى، دي تيومر فيها ميكس بين لو جريد بابيلاري يوروسيلا كارسينوما وهاي جريد. الكارسينوما انسايتو او الفلات يوروسيليال كارسينوما زي ما احنا قلنا، بس الميوكوزا بتبقى تحولت الترانزيشنال ابيثيليوم كلها للماليجنانت ابيثيليال سيلز لحد السيرفس وماليجنانت سيلز، وبتبقى هاي جريد باي ديفينيشن، وتبقى بتمثل 1-3% من اليوروسيليال نيوبلازم، ودايما بتتشاف مع الانفيزيف، يعني الانفيزيف لو حتى لو انفيزيف انفيزيف فلات دايما الاقي معاها اللي هو الفلات كارسينوما انسايتو 45 ل 65%.
الانفازيف يوروسيليار كارسينوما قلنا ممكن تبقى فلات بابيلاري، والبابيلاري ممكن تبقى لو جريد او هاي جريد. اقل من 10% بتبقى لو جريد، اللو جريد كانسرز تبقى انفازيف، يعني اللو جريد ممكن يبقى فيها انفازيف كومبوننت بس اقل من 10% من الحالات. انما الهاي جريد كارسينوما حتى الكارسينوما انسايتو 80% يبقى فيها انفازيف كومبوننت. ممكن تبقى سوبرفيشال، الانفيجن ده ممكن يبقى سوبرفيشال اللامنا بروبريا او يخش ديب لحد الماسكولاريس بروبريا. البروجنوزس بتاع البيشن بيعتمد على الانفيجن ده، دي النون انفيزيف بابيلاري بروجكشن لليومن، لكن هنا السموث ماسل انتاكت ما فيهاش انفيجن. انما هنا التيومر عمل انفيجن للسموث ماسل بتاع الوول. الاذر تيومرز بتاعت البلادر قلنا السكويما سيل كارسينوما دي 5% من الحالات بس، ودي موستلي مع الشستوسومايزيس اللي هي بالهارزيزيس، كمان مع التوباكو سموكينج ومع كرونيك بلادر اريتيشن. الادينوكارسينوما دي اقل حاجه 2%، دي مع الكونجينيتال يوريكال ريمينانت وبلادر اكستروفي والسيستايتس جراندولارز. ممكن يجي ساركوما في البلورن بلادر، ممكن يجي باراج انجليوما وكارسينويد تيومر. كلينيكال فيتشر بتاعت اليوروسيليار كارسينوما ده البيشن بيجي دايما ببينلس هيماتوريا، فرانك هيماتوريا مع اليورين. الليجنز انفيت ممكن يعمل انفيجن لليوريتر او اليوريسال اورفيس ويعمل يورينري تراكت اوبستراكشر ويعمل كل الكومبليكيشنز بتاع اليورينري تراكت اوبستراكشر. البروجنوزس اوفر اول الفايف يير سرفايفل ريت بيبقى حوالي 57%، وبيعتمد على الهيستولوجيك ريت والستيج، اللي هو الستيج بيعتمد مينلي على الديبس اوف انفيجن اوف ذا ليجن. يبقى اليوروسيليال سيل كارسينوما في لو جريد وهاي جريد، بجروس اللو جريد بابيلاري، الهاي جريد نودولار او فلات او بابيلاري. الانفيجن في اللو جريد اقل من 10%، انما في الهاي جريد ب 80-90%. الادجيسنت ديسبليزيا او كارسينوما انسايتو بتبقى مع اللو جريد نون، مع الهاي جريد فريكوينت. الريكرنس في اللو جريد 50%، في الهاي جريد 80-90%. progression of disease اقل من 10% في اللو جريد، 65% في الهاي جريد. ال 10 year survival rate في اللو جريد اكتر من 90%، في الهاي جريد بتقل لحد 40%. ماشي يا دكاترة، كده نبقى خلصنا ال renal system. ماشي معايا؟ اي سؤال على ال system، renal system كله؟ يا دكتورة، أي سؤال؟ يا دكتورة أنا عندي سؤالين إذا في مجال. اتفضل يا حبيبي. يا دكتورة سؤالي إذا في مجال بسلايد 165 في المحاضرة الماضية. ماشي، 165. ماشي، زمنت الناس فيس. بالضبط دكتورة. دكتورة بدي أسأل الآن، ليش بصير عندنا هايبركالميا في هون في هاي المرحلة؟ يعني هايبركالميا لأن في أوليجوريا، يعني هي 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 أصلا ال 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 النكروزس بتاع أول حاجة بيحصل فيه نكروزس في السيلز، الخلايا بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز. الخلايا دي خلاص بتبقى لها قدرة بتاعتها على بيطلع منها بوتاسيوم، فيها بوتاسيوم لوس. فهو أصلا بيبقى فيه أوليجوريا، يعني البوتاسيوم هيبقى بريزيرفت مع اليورين، مفيش يورين سكريشن، فهماني؟ فالبوتاسيوم هيبقى كونسنتريتد فهيعمل هايبركاليم في البلاد. لأن دكتورة أنا اللي بعرف أنه في الاتفيوز طالما بيصير لها دمج وهي أصلاً مسؤولة عن الريزوربشن، فإنه ليش بده يصير عندها هايبركالمي؟ يعني المفروض يكون البوتاسيوم كونسنتريتد في اليورين يعني.
علشان هي بتبقى ما فيش ري ابزوربشن، ده في المرحله اللي بعد كده بقى، اللي هي المرحله اللي هي بتاعت الريكفري البوليوري، تبدا ما فيش ري ابزوربشن وفي فلويد كتير فهينزل. انما ده علشان الاوليجوري، اوليجوري او انيوريا، ما هو ما فيش اكسكريشن اصلا. يعني الاكسكريشن وظيفه الاكسكريشن كمان وقفت، فما بقاش فيه اكسكريشن مع اللي زي ما انت بتقولي كده، ان هو برضه هي ما بتعرفش تعمل ري ابزوربشن للبوتاسيوم، لكن الريتنشن بتاع اليورين ده هيعمل هيخش برضه على البلاد. تمام. دكتوره اذا في مجال عندك كمان سؤال ثاني بسلايد. سلايد 167 تقريبا بعد السلايدين. تيوبولو انترستيشن نفرايتس. دكتوره، هلا دكتوره احنا حكينا انه ما بيكون عندنا في الادفانس كيسز انه يصير عندنا نفراتيك او نفروتيك سيندروم. طب دكتوره نحن متذكرين عند الكوز الفاكتورز انه ممكن يصير بسبب اللي هو الجلوميريو نفراتيس. احنا بنعرف انه الجلوميريو نفراتيس من الكومبليكيشن اللي هاي يصير عندي نفراتيك او نفراتيك سندروم، صح؟ طب كيف معناته مش ابسنس، مش في كل الحالات ممكن يصير عندي في بعض الحالات نفراتيك او نفراتيك سندروم، صح؟ لا، في جلوميريو نفراتيس غير التيوبلو انترستيشن نفراتيس. جلوميريو نفراتيس احنا قلنا ليجن منلي في جلوميرولوس. التيوبلو انترستيشن نفراتيس ده الانفلاميشن ومينلي في التبيولز والانترستيشال تيشو. تمام دكتوره. في الليت ستيج بقى يبدا يعمل سكليروزس ويعمل بريشر على الجروميلاي، ماشي؟ ده في الليت يعني في اخر ليت خالص، بعد ما الانفلاميشن يكون عمل ديستراكشن لكل البارينكيما بس. وبرضه مش هيظهر بنفروتك او نفرتك، لا، هيظهر برينال فيلير بقى، خلاص الكرونيك رينال فيلير. تمام دكتوره معي، بس انا قصدي انه احنا ذاكرين هون من السكندري كوز اوف الايجنت انه يكون عندي اللي هو الجلوميرولو نفراتيس، يعني من احد العوامل المؤدي لهي المشكله انه يكون عندي جلوميرولو نفراتيس. يكون عنده البيشنت جلوميرولو نفراتيس وبعد كده بقى تيوبلو انترستيشال، ده رير مش كتير يعني. في المرحلة اللي هو فيها جلوميرولونفرايتس بس لسه ما بقاش تجيب له انترستيشن، هيبقى عنده نفريتك او نفروتك. يعني دكتورة اذا وصل لمرحلة اللي هي تجيب له انترستيشن، لا، مش هيبقى عنده المانفستيشن بتاعت نفروتك او نفريتك. طب ايش السبب، يعني ليش ما بظهر عنده هاي الاعراض؟ لان تجيب له انترستيشن نفرايتس ده مينلي انفكشن، مينلي يعني. احنا لو لاحظنا الجلوميرولو نفرايتس كانت مينلي ديزيز معظمها اوتو اميون انفلاميشن، مش انفكشن، مش بمايكرو اورجانيزم، مش معمول بمايكرو اورجانيزم. فكان معظمها تاثير على الـ يعني انفلاميشن في الوول بتاع الكابيلاريز بتاعه الفلتر يعني بتاع الجلوميرولاي، فكان بيأثر على الفلتريشن، فيعدي بقى يقوم عامل لاما بروتين كتير قوي، يقوم مفوت بروتينز كتيره جدا، يبقى عندنا نفروتك سندروم، او يقوم يقلل الجلوميرولر فلتريشن ريت ويبقى عندنا اوليجوريا وهايبرتنشن ويبقى نفروتك سندروم، ماشي؟ انما تيوبلو انترستيشن نفرايتس اشهرها هي في بكتيريا عملت انفكشن. البكتيريا اللي عملت انفكشن دي مش بتاثر على الجلوميرولاي، دي بتاثر على الانترستيشن تيشو، فتيجي مانيفستيشن اوف سابيراتيف انفلاميشن زي سابيريشن فيبر وماليز والفيبر بيبقى فيه رايجور وتشيلس، صح؟ بعد كده بقى لو تحولت لكرونيك يبدا يظهر عنده بعد كده في الاخر، يبقى فيه ديستراكشن للجروميلاي وتيوبيولز، فيبقى عنده رينال فيلير، مانيفيستيشن اوف رينال فيلير. فهماني؟ الباثوجينيسيس بتاع ده غير الباثوجينيسيس بتاع ده. الباثوجينيسيس بتاع الجلوميرولو نفرايتس غير الباثوجينيسيس بتاع تيوبلو انترستيشن نفرايتس. تمام. بس دكتوره هلا انت حكيتي انه ممكن يكون عندنا قبل هاي المرحله اللي هو الجلوميرولو نفرايتس ويكون عندي نفرتك او نفرتك سندروم، ممكن تتطور انه يصير عندي تيوبلو انترستيشن نفرايتس، صح؟ دي برضه اما يبقى الجلوميرولو نفرايتس سببها انفكشوس، زي الحاله الوحيده اللي هي البوست انفكشوس جلوميرولو نفرايتس، انما الاوتوميون الثانيه لا.
يعني هون في هالحالة لما له نفراتس تكون كمان سببها انفكشن، انفكشن. فمصعب انها تتطور لنفريتك او نفريتك سندروم. هتبقى في مرحلة جرمال نفراتس، نفروتك او نفريتك، وبعدين بعد كده لو راحت بقى على التيوبيولز والاندرستيشن بتدينا كلينيكال مانيفستيشن بتاعت التيوبيولر بقى، تيوبيولو اندرستيشن. تمام. فاهماني؟ فهمت يا دكتور، وصلت وصلت. ماشي. أي سؤال تاني يا دكاترة؟ دكاترة أي سؤال في اللي فات كله؟ يا دكاترة يعطيك العافية دكتورة. ماشي. أنا كان عندي أمل أعطيكم اللاب الأخير بتاع الرينال، بس ما فيش وقت. فإن شاء الله اللاب 2 هيبقى يوم تقريبا يوم الاثنين اللي جاي. ماشي. لو في أي سؤال بقى حاولوا تذاكروا الجزء ده كويس، طبعا المحاضرات دول كويس جدا علشان ما يبقاش متراكم عليكم، ونتقابل إن شاء الله يوم الاثنين. فأي سؤال ليكم حتى في النظري ممكن تسألوه ونعمل ديسكشن في اللاب. ماشي. السلام عليكم.